اليوم تنحضروا الدوره العاديه اللي شهر شتنبر، واللي كما شفتوا كاملين كان جدول الاعمال نقطه فريده اللي هي المصادقه المناقشه والمصادقه على الميزانيه ديال المرصوده النفقات ديال 2024. ولكن كنا على اننا ما تكونش غير هذه النقطه الفريده، اتفقنا حتى مع السيد الرئيس انه يكون نقاش عام وتناقشوا بعض المواضيع الاخرى او مختلفه. علاش؟ لاننا تنشوفوا بان ولا بد كاين واحد مجموعه ديال النقاط اللي اليوم تهضر عليها الراي العام في الحي المحمدي، كان ولا بد من الاجابه عليها، خاصه ان سمعنا ان بعض الاعضاء وصلوا حتى للقضاء، وبالتالي جاوا واحد مجموعه ديال المواطنين اللي رافعين اللافتات ديالهم وكذا، فكان ولا بد من اننا نناقشوا بكل اريحيه ونصمتوا الناس ونصمتوا الاخوان في المعارضه ونجاوبوا بكل اريحيه، لان هذه اليوم وصلت المساله ديال نقدر نوصل اتهامات، نقول اتهامات للمكتب المسير اللي انا تنتمي ليه، وبالتالي كان نقاش الحمد لله. كما شفتوا الاجوبه، نبدا بالنقطه ديال الحدائق اللي تنشكر الاخوان انهم جابوا هذه النقطه، والمواطنين اللي جاوا كذلك حقهم انهم يعبروا على رايهم، ولكن راه الاجابه كانت واضحه لا من السيد كاتب المجلس اللي تكلم بان الناس راه استفدت وهذا وانتم سمعتوا، ولا من الرئيس اللي قال بان الامر راه تيتعلق بالقضاء، وبالتالي ما يمكنش نطرح اجوبه ولا ندخل في هذا الشيء. القضاء مطروح، هذا كلام الرئيس وانا كنائب وعضو في المكتب تنأيد هذه المساله. مادام القرار باقي على القضاء فمن نسبقوش الاحداث، ولكن راه ما غاديش نصفقوا حتى شي حاجه فيها اختلالات، ما غنصفقوا حتى شي حاجه اختلالات، ولكن بدون دلائل نتهموا هكاك فانا ترفض هذه المساله. تنبغي نقول كمؤمنين على المال العام، هذه الميزانيه المرصوده اللي شفتوها فيها واحد المجموعه، واليوم رصدنا في الميزانيه ديال التدبير المحلي بمعنى فيما يخص الاشغال ديال الزفت وكذا. علاش؟ لان واحد المجموعه ديال المناطق شافونا بدينا خدامين في هذه المناطق، تقلقوا بعض الساكنه كذا، ولكن حنا غادي بواحد البرنامج. شنو هو؟ ماشي اجنده انتخابيه، ماشي نسبقوا باك صاحبي ولا دا زوين ولا اخي حي محمد، ما فيش هذا الشيء. وانا كمفوض تنتعهد بهذه المساله. اكيد اسيدي. تنتفوض تنتعهد بان كل شيء الاحياء الحي المحمدي خلال هذه الميزانيه اللي دروزنا بلجان في المكتب انهم غادي يستافدوا الاحياء حاليا باقي ما تمش الاستماع، وتنعتقد كما قال السيد الرئيس ان باقي ما بداش المسطره او باقي هذا القضاء، بالتالي ما بغينا نصفقوا الاحداث. ما تنسمعوا حتى حنا تنقولها لك بهذا المنبر، تنسمعوا بانه كاينه الشرطه الوطنيه داخله على الخط كاين، ولكن باقي ما كاينش شي امور اللي يعني رسميه، وبالتالي ما نسبقوش الاحداث. القضاء راه انا تنقولها كما قال الرئيس، انا تنقولها القضاء اللي كل حق حقه، المهم راه ما غنصفقوش وما غنأيدوش الظلم شي واحد ولا حي محمد يظلم، ما غنأيدوش هذه المساله، ولا المال العام انه تختلس راه ما غنأيدوهاش، ولكن تنقول من هذا المنبر كعضو داخل الاغلبيه وداخل المكتب راه لحدود الساعه الحمد لله تنعملوا وتنخدموا بما يرضي الله، تنخدموا وتشتوا التغيير اللي كاين في الحي المحمدي، لا على مستوى الرئاسه ولا مستوى المكتب ولا مستوى الاعضاء، كاين خدمه، كاين موظفين تنشكرهم هذا المنبر، كاين خدمه، كاين عباءه، انتم تتشوفوا بعينيكم، راه ماشي الكوب المملوءه، تنشوف الكوب المملوءه ماشي الفارغه، الحمد لله كاين عمليه ديال التبريد ديال التزفيت، كاين عمليه ديال اصلاح الاناره، كاين يوميا اللي كيبات تخدم الحي المحمدي غادي لقدام ما راجعش الله. الا كانوا هذه المشاكل وكاين اختلالات وهذه، فالمعارضه لكل حق، كل حق انا تنقولها، المعارضه البناءه الشريفه، شتي تنهضرش انا شي معارضه اللي مثلا تتمشي هدامه وتتمشي بالمقياس، يعني تتمشي على حساب الواد، لا لا لا، تهضر على معارضه بناءه، عندها كل حق انها تجيب ملفات، ولا شكات انه كاين اختلالات غير اتهامات اللي ما بغيوهاش، اما اذا كان اختلالات شكات وكاين دلائل القضاء وحنايا مستعدين للمساءله، الا كان اختلالات مستعدين للمساءله، لان تتحملوا امانه ديال الحي المحمدي وامانه ديال هذا السير هذا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي.